ما شاء الله فجأة جات شتا في الكويت فجأة، وأنا مو عاملة حسابي أبدا ولا جاب ولا شيء شتوي في يوم قلب. ف ما لي إلا فوقه، وكمان جابت لكم خصم 30%، فقلت خل أتسوق وأوريكم نفس الوقت. في كذا طريقة تقدروا تختاروا من هنا، تروحوا على نيو لو حابين تشوفوا على طول الأشياء الجديدة، نيو إن أو على الومن أو كذا، ينزل لكم كل شيء الجديد مع المخفض. 1 الكوت حقتهم عجيبة، الله شوفوا هذا حلو عجيب. فوقة والله من أكثر المواقع اللي أحبها، أحب فيهم دايما ورا العبة، دايما ينزل أشياء جديدة. مثلا ينتشر شيء جينز مثلا تلبسه موديل أو سيلبرتي أو أي أحد، وينتشر في الانستغرام ويصير الهبة على طول يسوي نفسه بالضبط وينزلوه. بلوزة موديل معين يلاقوا البنات كلهم حابينها على طول يسووا منها، فهمتوا؟ دايما يسووا كل الأشياء الجديدة الترند. عجيب الفستان هذا جد جد حلو، تنور الجلد هذه وقتها عاد الحين. الحزام يحلي أي فستان وأي لبس. طبعا عندهم ميك اب، عندهم قسم أطفال، حاطين فيه براندات وأشياء حلوة، هذه حبيتها. أوريكم قسم الأطفال كيدز، أخذت لجموري أشياء كثير من هنا، شوفوا براندات عالمية على براندات عادية، وفي طبعا كل الأعمار للأطفال، فلاين، ملابس، أطقم، هدايا، نفس كذا كنزو، حتى ملابس شتوية منزلين لهم، شوفوا. خليني أوريكم فوقهم، مدام مبدعين في الملابس أكيد راح يكونوا مبدعين أغراض البيت. ياي هذا شتوي حبيته. اكسسوارات البيت عندهم هنا، كل الجاكيتات وأشياء البرد، والله موديلاتهم عجيبة، أي شيء يخطر على بالك تلقيه، نفسك في جاكيت أسود طويل تلقيه، قصير تلقيه، أبيض، أحمر، أخضر، أزرق، اللون اللي تبيه تلقيه. ستايلات عجيبة، وهذا حبيت. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.